أنا نوال يمد إيده عليا ويفتح لي دماغي قدام اللي يسوى واللي ما يسواش. عملت إيه يعني؟ وعشان مين؟ عشان طلعت لإبراهيم ووديت له أكل؟ طب ما هو جارنا وابن حتتنا ومتعور. عملت إيه يا موسوك أنا؟ كفرت ولا كفرت؟ مش الواجب كان هو اللي يطلع له بحتتين لحمة ولا رغيف حواوشي؟ ماشي يا سلومة، ما هو لو كان راجل كان جاب كوريا دي من شعرها وعمل اللي ما يتعامل معاها، ولا كان اتخلي مع إبراهيم ولا شكري. لكن ده مش راجل يخاف منهم فلح يتشطر علي أنا بس. بطلي بقى زعط ومعط من الآخر كده، ده راجل واطي ومعندوش أصل. وعلى رأي المثل يا بيت، العيط في الفايق نقصان من إيه؟ من العقل. وانت أساساً متطلقة منه بالتلاتة، مش رمى عليك يمين الطلاق بالتلاتة؟ لا تعتبيها ولا تخشي فيها. وبعدين يا حبيبتي، انت لا مخلفة منه لا عيل ولا تيل، يعني لا ليكي عنده ولا هو له عندك، خالصين. يا دكتور يا دكتور يا دكتور، احنا هنمشي امتى يا اخويا؟ احنا هنا من ليلة امبارح تعبنا بقى. ما تقلقيش، هي حالتها مش خطيرة، بس هي عشان نزفت امبارح فاحنا علقنا لها محلول. اول ما يخلص ان شاء الله هنطمن عليها وهنخرجها ان شاء الله. طيب يا حبيبتي انا همشي بقى، علشان انا خلاص تعبت طول الليل قاعده القعده السودا ده، اهي رجليا جرمزت، جيت افكها مش عايزه تتفك بزراجين، وانت حضرتك نايمالي على السرير ابو مرتبه حلوه دهيت، وحاسه بنفسك كده انك اميره. ايه يا اختي في ايه؟ ما هو انا عشان بنت اصل دماغك اتفتحت جيت معاكي والوحدي، عشان انا بنت اصل ومحدش سعرك، وبنت معاكي ومحدش عبرك. ايوه، عشان انت اصلا محدش بيقبلك بهب والنفس، والله العظيم الحاره كلها ما بتطقكيش يا دي البت، عشان انت ما انتش عامله لنفسك حبيب، مكرهه فيك الدنيا كلها يا شيخه، حرام عليكي. فوتك بعافيه يا قلبي، انا عملت اللي عليا ونط وازح والله العظيم. سلام عليكم. وديني وما اعبد لاكون مفرجاك يا سلومه انت وكوري. اتفضل يا خالي. اهدى اهدى فيها يا كوري. يا نهار اسوخ يا دي المرار الطافح، ايه اللي انت بتعمليه ده؟ انت اتهبلتي ولا ايه؟ انت كده بتخربي على نفسك. مين البت دي اللي عايزه تخرب البيت علينا؟ انا عارفاها. انت هتوديهم له خال ولا انزل اديهم له انا بنفسي قدام امة لا اله الا الله تاني؟ يا بنتي مش كده عيب، انت تعرفي ابراهيم ده من يوم ولا يومين؟ ابراهيم ده بقاله سنين عايش وسطينا، وبعدين هم عشان كلمتين فارغين سمعتيهم، اما لو شفتيهم كنت عملتي ايه؟ هو خلاص كلمتين تفينك ده تقولي خلاص اتفضل مفارقين، خلصت يا خالي. ما خلصتش. لا خلصت، هي دي بقى الغلطه ام فور، هو كده جاب اخره معايا خلاص، خلصنا كده، هو ياخد سكته وانا ليا سكتي. طب بقول لك ايه؟ كفايه اللي انت عملتيه امبارح في الحاره، وبعدين هايدي هانم دي مش غريبه، الحاجات دي ترجع بعدين وناخد رايها. ايه رايك يا هيدا هانم؟ ترميه طبعا، هما الرجاله كلهم كده غدارين ووحشين، وكويس انك كشفتيه قبل ما تتجوزوا. مالهم الرجاله يا اخي؟ رجاله احسن ناس. عجبك كده؟ حشرت لي سندس والست الهانم بتاعتك في الموضوع، وبعدين مش غريبه ايه؟ دي حاله واحده مستاجره عندي اوضه، بتحشرها في خصياتي ليه دلوقتي؟ بقول لك يا خال، هات الدبلتي هات الدبلتي، انا هنزل اقدم له بنفسي. انت هتعمل لي فتحه ونصب يا اسامه منير؟ ما تلخ. بقول لك ايه، اقعدي. مين منير ده؟ قوم يا كوريا غير هدومك وانزل واكل عيشك، احنا مش فاضيين الكلام الفارغ ده، وانا الحاجات دي بعدين بوديهم. اسمع يا واد انت، ما اقول لك اسمع، تعالى هنا. ايه يا سندس؟ تعالى هنا خد الدبله دي وتروح لسعد قول له امك بتبوسك من هنا ومن هنا، وخد الدبله دي اخطب بنت حلوه قول له عايزاها تكون حلوة وبيضة زي البت دي، شو بيضة شعرها طويل. إن شاء الله هو هيتجوز من البنات الحور إن شاء الله. لا أنا مش عايزة بنات الحور، أنت اللي تنقيها له. يعني ينفع كده يا عم شكري؟ ينفع كده بتسيح لي وتشرد للولاية في قلب المنطقة ليه يعني؟ وإحنا اللي بينا إيه؟ شردة؟ هكون عملت ايه يعني مع الولاية وانا بمنظري ده؟ يا عم شكري يا عم شكري، ده انا بعمل حمام بطلوع الروح. الكلام ده ليه انا يا هما؟ انا شكري الصعيدي، لسطة شكري الصعيدي،
اي نعم جاي هنا على الكبر بس بنفهم ونعرف ورا الكلام كويس قوي، والحكايه اللي بينك وبين نوال دي مش حكايه واكل وشرب بس يا ايما، ده فيه طبيخ واعر قوي بينكم، عشان كده لما كوريا اديتهم لك ما قدرتش اقول لها التلت التلاته كام. انت هتعوم على عمها ولا ايه يا عم شكري؟ ولا هو اللي يخاف من العفريت يعمل عبيط؟ لا نعوم ولا نجرجه يا ابن الناس. بقول لك ايه؟ انا اللي هقول لك درويش ولا زاهد ولا شيخ، احنا رجاله زي بعضينا ونفهم بعضينا كويس قوي، واللي زعل حد بيحبه وبيحترمه وباقي عليه يروح يصالحه، ياخد بخاطره بكلمتين عشان نهدي النفوس. وشيل من دماغها حكاية نوال دي خالص. يا دي النيلة على نوال. يا عم شكري يا عم شكري، انا مفيش بيني وبين نوال دي غير كل احترام وجيرة واخوة. دي ست فاضلة فاضلة والله العظيم، يعني دي في مقام خالتي بالظبط، وانتوا مفيش في دماغكم غير الحاجات الغريبة دي. طب انا اعيش ازاي معاكم يا عم شكري وانتوا دماغكم كلها كده؟ انا قرفان قوي منكم يا عم شكري، قرفان قوي قوي. لا ما تزعلش مننا. لا انا زعلان يا عم شكري. هنصلح من نفسينا يا ابني. مش عارف. بقول لك ايه؟ قوم. قوم طيب خاطرها بكلمتين بسرعة عشان تقدر تصالحك وتقدر تنسى اللي حصل ما بينك وبين نوال. فوتك بعافية. لا فوتك بعافية ايه؟ انت هتسيبني هنا؟ انا زهقت من ام الاوضة دي، خدني معاك، انا هفك دي وانزل معاك. تعالى معايا. امسك بالراحة. بالراحة مش شكر، بالراحة في ايه؟ حاضر يا حبيبي، تعالى معايا. صباح العسل والجمال والرضا عم الشباب كلها. يا صاحبي نزلك يا صاحبي كده، والجرح لسه مفتوح. خناقتي من قعده البيت، خد كمل دول. ماشي يا صاحبي، عينيا انت تأمرني يا صاحبي. ادي البصل حلاوتك. مالك فايق ورايق؟ بروح خالتك كده على الصبح. ولا فايق ولا رايق يا ابن عمي، انا بضحك على نفسي. اللي جوه غير اللي بره. فرح اخت ودان ده كان فرح شؤم. سلمه مسك البيت نوال اداها علقه وفتح لها دماغها وحلف عليها بالطلاق ما داخله البيت، وانا اخو هاجر قفشني متلبس وحبس هاجر يا ريس في الشقه وخد منها التليفون وحالف ما يخرجها وانا مش عارف اعترف فيها. وانت اتخانقت يا صاحبي؟ يعني فرح شؤم ولا مش شؤم؟ ايه ده يا صاحبي؟ ده كوريا قلعتني من ايدها. يا جدع دي كوريا بنت غلبانه. بقول لك ايه، ثبتها. وانت سيد من يثبت الحريم؟ لا شكلها المره دي بقى حسوك، وبيني وبينك انا كنت بفكر اخلع منها. بنت كوريا دي فقريه، لو جوزتها نخلف عيال فقريين ونعيش في فقر. بقول لك يا سوكا، انا ههد من ام الحاره دي. انا عايز اطلع شرم ولا الغردقه اشوف لي كده واحده خواجيه مقرش اتجوزها واخد الجنسيه، جنسيه اي بلد نظيفه يا سوكا. وتغير جنسيتك يا صاحبي؟ فكك يا سوكا من جو مصر يا امي وما شربتش من نيله والكلام الاهبل ده. وفي حاجه اسمها مصر؟ اني مصر فيهم؟ مصر بتاعتنا ولا بتاعته؟ يا سوكا اللي بيخش له 100 جنيه في الشهر بيشوف مصر غير اللي بيخش له 10,000 جنيه، وب 10,000 جنيه بيشوف مصر غير ابو مليون، غير ابو مليار، كل واحد بيشوف بلد غير التاني، مصر مش حاجة واحدة بس يا سوكا، مصر حاجات كتيرة قوي على حسب اللي في جيبك، ومن الآخر كده يا صاحبي مفيش حاجة اسمها جنسية، جنسيتك هي قرش. هي مصر واحدة بس يا صاحبي. عايزة حاجة مني يا اسطى كوريا؟ لا متشكرين يا شيماء، توكل انت على الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. شعر ولا دق؟ عايزاكي في موضوع. رجلك خدت على النزول والحرى كتير، بقيت كل شويه الاقيكي نطلي في حته. انا مش محبوسه، انا جايه هنا اصلا عشان ما بقاش محبوسه. بشوقك. انت هتفضلي واقفه لي كده؟ ما تخلصي قولي في ايه؟ انا فين مكفين؟ الراجل. راجل مين؟ الجزار اللي اتخانقتي معاه المره اللي فاتت وجاب لك البوليس. سلوكه. سلوكه؟ ماله سلوك؟ عاوز ايه؟ بيراقبك وبيستناكي لما تنزلي، ولما يعرف انك مش موجوده بيخبط عليا. نعم يا اختي، خبط عليكي؟ خبط عليكي اللي ان شاء الله. ما اعرفش، اسالي، ما انا جايه عشان اقول لك. ايوه يعني لما بيخبط عليكي بيتنايل على عين اهله يقول لك عاوز ايه؟ اول مره قال لي ان هو ما كانش قصده يجيب البوليس. ما كانش قصده. هو يعني كان طالع قامت الحكومه شبكت في طرف الجلابيه وجت معاه من غير قصد. قال لي ايه كمان؟ ما قالش. اخلصي قولي، انت شكلي خايفه من حاجه. جه وجاب معاه 2 كيلو لحمه. ايه 2 كيلو ايه؟ لحمه. لحمه؟ لا بقى ده انت حوارك حوار. وجاي لي ليه بقى يا حلو؟ مش عارفه تسلقيها ازاي ولا جاي لي اعلمك تعمليها صينيه؟ لا جايه اقول لك ان انا خلاص
قررت ان انا هقعد معاكي هنا في المحل. انا بقتش قادره اقعد فوق في البيت، بخاف. في ايه يا خحل وسطك يا بعيده؟ انت ايه؟ حتى المحل كمان طمعانة فيه؟ مش كفايه النصايب اللي نزلت ترفع على دماغي من ساعه ما ادمك حط عليا؟ اطلعي فوق يا اختي، بلا خايفه بلا مش خايفه، تعالي هنا. لو مش ندد عليكي قوي كده يا اختي، عندك صوتك، ارقعي بالصوت الحقيقي فرجي عليهم مثل لا اله الا الله. بلاش، عندك شبشبك، نسليه على خلقه امه. يلا يا اختي توكلي على الله، وريني طقساتك وانت ماشيه اللي بتلم عليها الاسوه اللي ما يسواش. وبقول لك ايه؟ حوار المحل ده تنسي من مخك خالص، ده محلك لعيش ياما. ده انت صايب الصوره اللي بتتحدف عليا وانا قاعده دي، انا ناقصه